بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الآداب والأخلاق الإسلامية التي لابد أن يتحلى بها المسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدني الشيخ سبيكم مزاني، تسمحون لي معرفكم أولا على الأحوال الحاضرين ثم أبدأ بالترجمة. طيب، قبل هذا قل لهم أول شيء يقتربوا علينا، يترك التليفونات، خليهم يقتربوا علينا هنا شوي، يترك التليفون. نحن نبقى معكم نصف ساعة فقط، نريد فيها تتركوا هذه الهواتف تقتربوا علينا. لابد أن نتأدب بالآداب الإسلامية في المساجد في مجالس العلم. أولاً أبدأ بالتعريف. أنت أدخل الآن. أيوة، نعم. ما دخلت في التعريف. أدخل، أترك التعريف الآن. خلاص، نعم. زنوين سنزابة جزيلة تكينة تنين نمسيكة فنجيزة تنورة زنة ديني فنانة شيتون راتينا إزاي تكينة أتولتين فيونا الإسلام. نعم، بارن زابة اسم اسمي لبتارسة. إذن أترك الدنيا الآن، إذا دخلت إلى المسجد تجعل الدنيا في الخارج هناك، لا تدخل المسجد مع الدنيا. كانوا زنبرين بي نمي أنوزل إفاتونا تنين مسجدية رفانة المسجد زندية ملا أدير أنه تتير كان زعبة زي ما كسك الدنيا إبير المسجد. نعم، هذا كدير لنا في المسجد بين رفانتنا لك المسجد دي فنقول أن الله سبحانه وتعالى زي سميس زعبة زي ما كسك الدنيا كتب لتوقع من المسجد.